ضمن مشاريعها الإنسانية والتعميرية في اليمن، تقوم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتأهيل وترميم الحدائق والمتنفسات العامة في مدينة عدن. في التقرير التالي نرصد بعض تلك المشاريع. افتتح بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الحديقة السكنية في مديرية صيرة ضمن مشاريع المرحلة الأولى للهيئة في تأهيل وترميم الحدائق والمتنفسات العامة في مدينة عدن. في البداية نشكر الأخوة في الإمارات لكل الدعم الذي يقدموه للمحافظة وبالذات لمديريتنا مديرية صيرة، حيث سبق وإن قاموا بتأهيل المجمعات الصحية في المديرية، وبهذه المناسبة تم تنسيق عبر محافظة والأخ وكيل المحافظة الأخ عبد الرحمن شيخ من أجل تأهيل إحدى المتنفسات للأطفال داخل هذه المديرية. شملت عملية التأهيل ترميم وصيانة الحديقة العامة مع رفدها بالتجهيزات الضرورية والألعاب بشكل عام. شكرا للهلال الأحمر الإماراتي لليوم أنهم فتحوا الحديقة، واليوم رحنا فرحانين لأنهم اللي معانا مكان مشان يلعبوا. وتنفذ الهيئة عددا من البرامج الإنسانية في بعض القطاعات العامة في اليمن، أهمها مشاريع تستهدف تخفيف معاناة الفئات الأكثر تضررا في المحافظات المحررة. ونشكر بهذه المناسبة الإخوان في التحالف، وعلى الوجه الخصوص دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بذراعها الإنساني الهلال الأحمر على هذه الدعم السخي والبادرة واللفتة الكريمة منهم بإعادة رسمة الابتسامة على شفاه أبناء عدن وأطفالها ونسائها وشيوخها. يذكر أن مدينة عدن تشهد اليوم تحسنا نوعيا في خدماتها بعد دعم دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أن هذه المحافظة تخطو خطوات متسارعة نحو حلمها في أن تصل للمكانة التي تستحقها كثقل لليمن الباسم. في إطار المشاريع الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي والتي تلامس كل فئات المجتمع في المحافظات المحررة، ها هي اليوم تفتتح فعالية ترسم من خلالها ابتسامة فرح في وجوه أطفال عانوا من آثار الحرب. عماد حيدر لأخبار الدار عدن.